احنا اتم اساسها للمحل. انا اكتر واحد بحب المحل. حاسس المحل امتخل السهاوي حامينا وموكلنا الاس سخن. قول والله حاسس المحل امتخل السهاوي. عجبك كده معلم؟ حامينا وموكلنا العيش. صوتي يا واد يا عوض صوتي. السيسه دي من خصوصيات لو قلب ليها تاني انا هاتله على حنطول قفاه. اسلف يا معلم اسلف وقلع النار. اشرب نار يا داغر يا شهاوي وبكره هسألك زي ما سقيتها لابويا الشحات. انت عنتر التأميزة. ايوه سترود. تعال يا اخويا. حاضر يا نايل الدين. وادي كوزين. ايه سترود مالك مكظم ليه؟ لا بس متضايق شوية يا عنتر. متضايق؟ طول ما عنتر تأميزة موجود ما تتضايقش ابدا. طب روح هات لي كوزينك. كوزين؟ كوزين ومحمدين. هتغني لي يا اخويا؟ سهلوك انت لسه سحلان مني علشان ما تجيت ايه تحليك. انت حبيبي ومعلمي ازاي اطلبك سهلوك اوعى تسحل مني اسكعنا الا منها علشان انا سكعتك قلب ولو انك ما تلويس بوسه كده وتقعد زي الحمار طول النهار. خلاص يا عم. طب علشان اعرف ان انت مش سحلان نسلب بوزه سوا. ما انا شربت اهو كمان. انا عميل عنتر تأميزة تحت الطلب. قلعتين فرصه للمحل سفلوت. وعندك قرعتين للمعلم سفروت لزوم القرع. لا لسفلوت مش للقرع. حاضر. لكن انت ايه اللي لمك على الشغلانه دي؟ أنا حايس منك ختمة يا معلم سفلوت. تحت أمرك. أنا عايزك يا سفلوت تفطمني عن المعلم أحواله. المعلم بتاعنا ده كبير أوي أوي أوي. والفلم عامل إيه الفلم؟ أحواله إيه؟ تمام. إنما سفلوت دول بيقولوا إن الميسان في لعب. حقه اهو ده اللي ما فيهوش لعب. امال اللعب فين؟ اللعب بقى في التامينات وفي المهات وفي ال في ال اسلم بقى اسلم. ايه عوض انت عايز ايه عوض؟ ايه تقصد ايه يعني؟ لا ما اقصدش اسلب كمل القلع انا اقصد بس ما تقول لا اقصد وما اقصدش انا بكلم واخد معاك. انا عايزك تفضفض على اللي في الفرن. انا جاي هنا في الفرن عشان اخدم المعلم ده علشان يلد عني. انا عايز اخدم المعلم داخل السهاوي عشان يلد عني. فوق اسف لوت. شوف عوض طول ما انا راضي عنك عوض المعلم حيرضى عنك. حلو يا سفلوت خد كبده. مال سفلوت بقول لك ايه؟ ايه اللاكل الكبير اللي في الفرن ده؟ ايه وضعه ده؟ ايه ده؟ الراجل الكبير؟ ده عم صابر. ده راجل طيب قوي 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 قوي. عليه حته بيت تحل من على المشنق. كلا سفلوت تسلم عشان تفضفض. المعلم حيموت عليها. انا لما اقول لا يبقى لا. خلاص يا عم كاتريلا خلاص. هجيب لك منوع شباشب تشربه. شباشب؟ مين انت يا سفلوت اللي بيسلب بلاطيش؟ ده؟ ده كاتانيلا وده بقى حكايته حكايه. امسح لوت
طب ما تغيبش ما تغيبش ها عشان تلحق تودي بقيه العيش للمحلات والمطاعم. ربنا يخليك يا سفلوت يا معلم يا امال. يلا بسرعه انت حبيبي يا سفلوت من ناحيه. يلا اخويا بسرعه شيل العيش. يلا خلي بالك تنفخ عليا يا سفلوت. اسمعني ابقى اجيب لك الحس كل يوم. ما عديش خش يا خش خش لك الخيل يا ست الكل. اللهم صل على النبي. حط عنك هناك. يلا هيبقى احلى صباح جميل لو انت تاخد الحس من ايدي. مشحوش كتروا اللي ما بيتكلموش. هو انت كمان تعطلت عندك لغه الكلام. انا كنت سحلان منك. انا حوض 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 ده ايه؟ من زلطه الطوبه يا قلبي لا تحزن. انا سلطه؟ انا سحلت منك. جيت في وقتك يا اخويا والنبي الحله ما فيها ولا رغيف. هو انت يا اخويا بقى بسلامتك بدل سفروت؟ انا عوض في صحتها يا ست الكل. باين عليك ابن حلال وطيب يا عوض. ربنا يخليك. هو في حاجه عدله تيجي من ورا المعلم؟ عيب يا بيت. لا هي فتيها عندها حق بس انت لو واقي معايا وديلي دماغك حبتين. انا دماغي رايقه قوي قوي يا ده العادي وخصوصا من ناحيه المعلم بتاعك. انا مش بتاعك. هب على فين يا ام الخلاخين؟ حوش حوش اي رايحين يخفكوا شر الجايين. ما تاخذنيش الحصان سمع رنة خلخالك. معذور فين؟ في قرشين؟ لا في كلمة حلوة في ابتسامة. انت هتغني يا راجل ولا ايه؟ انا اذنك مع الطلاق. ما تيجي حوش حوش قصدي اوصلي. انا عارفة سكتك كويس. طب ايه هستناك في الفرن وحجز لك انا العيش بنفسي. ما يلزمش النهاردة عندنا رز وسمك. يبقى جاب عشان يبقى عيش ورز. شيح صار بقول يا صابر. ايوه يا معلم. ما تاخد لك كاس عشان تنسى. انسى ايه يا معلم؟ تنسى اللي انا مش قادر انساه من خوفي عليك. قصدك ايه يا معلم؟ تفتكر يا صابر اخويا حكايتك القديمه دي يجي لها يوم وتنكشف؟ وطي صوتك يا معلم. انا خايف من ايه؟ هو السمك هيروح يبلغ عنك؟ محدش يعرف الحكايه دي غيرك انت لوحدك. وانا معقول اروح ابلغ عنك برضه يا صابر؟ ده انا ابقى خسيس. ده انت حته مني. ده انا حتى قررت ان احنا نقوي العلاقه اللي بينا وبين بعض قوي. يعني انا قررت اتجوز تاع مع صابر. البت لسه قوت قوي واحنا قاعدين نمش. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نهزمها على كازوزه. طب ازاي والتاكسي بعمل له عمره كده؟ طب انا هتصرف. ماشي. لا يابا لا، وان شاء الله حتى يتقلني بالذهب بردك. لا انا اتجوز ده غير الشهاوي، ده غير الشهاوي يابا. طيب يا بنتي انا عارفه بقى دي طالعه والشفار لمين. ماله المعلم راجل وماله هدومه؟ قلنا يومين وتروح بيتها ونستريح. لزقت لي بغيرها وانا بقيت حاسه ان البيت ده مش بيتي ابدا. يا ستي ربنا يعدلها لها. من
الدنيا حاصرة وهي بترفض النعمة. طب سيبك من حكاية تعمة دي. اوعى كده الدنيا حر. ايه انما اقول لي يا عور، انتوا بلدكوا ايه بالظبط؟ يا صابر يا صابر. ايوه معانا. يعني ما قلت ليش يا صابر؟ يومين كده معلم لحد ما لين عقل البنت. ما البنية لو عرفت اللي انا اعرفه عنك كانت وافقت على طول يا صابر. بس انا بقى ما احبش اتك على حد الا وقت اللزوم. فات الكتير يا معلم، ما بقاش الا القليل. حط عقلك في راسك يا صابر واعرف خلاصك يا ابو نسب.